اهلا اهلا، معكم مها من قناه مها الزياري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده هنعمل فيه انبوكسنج لادفنت كالندر الجديده وهي من جومالون، فخليكم معايا. طيب قبل ما نبدا يا حلوين، لو متحمسين للفيديو دوت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو امره تشوفوني، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي فيديو من فيديوهاتي. يلا بينا نبدا. اوكي، دي مش اول ادفنت كالندر اعملها انبوكسنج في القناه. من بدايه 2024 يعني من اول السنه عملنا كذا واحده، وفي واحده في 2023. هسيب لكم اللينكات بتاعتها كلها في الديسكربشن بوكس اللي عايز يبص عليها. المره دي الادفنت كالندر من جومالون، وانا طالباها من بلومينج ديلز. جاتني بالمنظر دوت، متغلفه بال اسمه ايه، بتغليف بتاع بلومينج ديلز. مش عارفه ليه طلعت. المهم بنات، هي تقيلة قوي، فكانوا مغلفينها بالشكل ده كده، شكلها حلو قوي بجد، تغلفها جميل. فخلينا نفتحها كده مع بعض. بلومينج ديلز is my favorite place to shop، لأن دايما بلاقي عندهم كل حاجة أنا عايزاها فعليا. سو هي كده شكلها بنات، بتكون عبارة عن درجين، والدرجين دول بنسحبهم كده وجوه في البرودكتس. فخلينا نغير الفيو زي كل مرة عشان تشوفوا بالتفصيل. يلا بينا. اوكي بنات، كده احسن اعتقد. فزي ما قلت لكم ان هم حاجة كده بتتفتح من هنا، و درج من هنا. فالدرج اللي تحت كان شكله كده زي ما انتم شايفين، مرسوم عليه رسومات جينجر بريد وكده، ورسومات لطيفة خالص، وكل بوكس مرقم برقم زي ما انتم شايفين، وكذلك اللي فوق كل بوكس مرقم برقم. فخلينا نبدا بالدرج رقم واحد، وهو هنا زي ما انتم شايفين الكرتون مقوى، وده الدرج رقم واحد، وليه لوب من هنا علشان نشوف ايه اللي جوه يعني. سو البوكس رقم واحد في البوكلت بتاع الادفنت كالندر، وكل يوم ايه اللي مكتوب تحته. فانا ما بحبش زي ما قلت لكم ابص عليهم، بحب اتفاجئ باللي جوه. تعالوا نشوف في ايه جوه. زي ما شايفين الحاجه متغلفه كده بتيشو بيبر، والدرج رقم واحد في الادفنت كالندر بتاعه جومالون اللي هو جينجر بسكت كولون. اوكي ده رقم واحد. اوكي ده بنات كميته 9 ملي. تعالوا نشمه. ريحته بسكويت. اوبس، هو كايند اوف تقيل، كايند اوف، بس ريحته جينجر بريد مود، رهيب، حلو جدا جدا جدا، ريحته حلويات بجد، كاني قاعده في مخبز وشميت ريحه جينجر بريد. الدرج رقم 2 انا كاني تخيلت بيه هنا. الدرج رقم 2، سو الدرج رقم 2 اللي هو جومالون لندن وايت موس اند سنو دروب كولون، اللي هو ده شكله. اوكي مش قادره احدد اذا كان حلو ولا وحش، مش عارفه، بس هو ديفينتلي مش وحش. اظن المره الجايه هبدا ارش على الورق ده، مش عايزه ارش على ايدي تاني لاني هبطل اشم اكيد. الدرج رقم 3، وده لونه مختلف شويه وتقيل شويه، بس هو ده الدرج رقم 3، واعتقد عرفت من الشيب هو ايه. واو. ودي شمعه، اول شمعه تطلع لنا في الادفنت كالندر تبعت جومالون، اللي هي اورنج بالتيرز. اوه ماي جاد، ريحتها برتقان قوي 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 قوي. هو ده شكلها بنات. دي كام جرام الاول؟ لحظه، دي 65 جرام. سو هي جايه كده اوكي، وسيلد مقفوله من فوق، كمان محطوط عليها قطعه بلاستيك لو شايفين. بوكس رقم 4 انا اوريدي كنت لسه شايفاه هنا، ورجعنا تاني لنفس اللون البيج دوت. اوه لا ده مختلف، ده لونه اسود ومكتوب عليه جومالون لندن سكارلت بيوني كولون انتنس. اوكي انا استوعبت دلوقتي انه الشفافين
هما الخفاف، لكن السود دولت اللي هما الانتنس. المهم ده هو بنات، قولولي لو حد فيكم مجربه، خلينا نشم ريحته. اوه ماي جاد، حلو قوي ريحته، فخمه. اوكي ريحته كده تحسوها ان هي انتنس فعليا. اوه ماي جاد، انا قاعده بقراها ان هي بيوني وهي مكتوب عليها بابي، اسمه سكارلت بابي. سوري مش عارفه ليه قرات ان هي بيوني، لان انا بالنسبه لي جومالون فهو بيوني. البوكس رقم 5 هنا، وده بوكس كبير. اوكي شايفين حجمه قد ايه، وده شكله برفان كبير. اوه ده حاجة مختلفة. اوكي سو ده بادي ميست، ده كميته 30 ملي. شكله تحسوه مختلف عن اي حاجة تانية شفتوها في جومالون حرفيا. عادية حلوة، بس حلوة تعرفوا، لا حبيتها، لا مش عادية. ريحته كده فريش قوي، وتحسوها اللي هي ريحة اللي بنحطها بعد الشاور على طول. ريحته خفيفة، قادرة اشم مسك فيها وشوية ورد خفيف I think. يعني دلوقتي انا مش عارفة احسن لو عملتها كده، احسن لو عملت لكم كده صح، مش عارف. دلوقتي الدرج رقم 6، والست رقم 6 هنا، ورجعنا تاني للبوكسات البيج. اورنج بتيرز كولون، وانا مش فتحت ده، لا لا دي كانت الشمعة، دلوقتي افتكرت نفس السنت تبع الشمعة بس كولون عليها. تعالوا نشمها. لا الشمعة كانت ريحتها احلى، استنى شوية كده ما يبرد يمكن. ريحته شوية رجلية يمكن عشان كده مش عجباني، مش عارفة، بس لا لا ريحته مش حلوة، ما عجبتنيش خالص. ريحته كده تحسوها ان هي مش عارفة رجلية تقيلة، ريحة افتر شيف بتاع رجالة. نو 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 ما عجبنيش، مع انه الشمعة كان ريحتها حلوة جدا. البوكس رقم 7 على الاغلب هنا اهو، وده درج بشكل جديد اللي هو كأنه جينجر بريد. شوفوا شكلهم بناتي شهي موت. انجلش بير اند فريستا، ده انا بموت فيه، بحبه جدا. هو ده صراحة اكتر واحد انا بحبه، هو وبيوني اند بلاش اعتقد اسمه كده، ده بيوني اند بلاش دوت، دول ماي فيفورت، انجلش بير وبيوني اند بلاش. باي ذا واي، بما اني طلعت كل البرفيومز بتاعتي وخلاص استقريت، يعني اذا لسه انترستد، لانه يعني بصراحه ماليش عايزه اتكلم في الموضوع دوت، يعني من كتر ما من طلب مني وانا صراحه ما كنتش قادره ان انا اصوره. كان في كذا بنت طلبت مني اني اوريها الكوليكشن بتاع البرفانات اللي عندي، فلو لسه انترست بالموضوع ولسه حابين لو انا اوريكم البرفانات كلها، بليز اكتبوا لي في الكومنتس اذا حابين، اذا لسه حابين يعني. فانجلش بير انا اوريدي عارفاه دوت، فمش هرش منه، ريحته حلوه جدا. زي ما تعرفين انا بحب البرفانات اللي بتكون ريحتها كده صباحيه وفريش وريحتها نظافه. مش دايما بحب ريحة الورد، مش دايما، بس احيانا بتبقى الحاجة معمولة بشكل حلو وريحتها بتبقى كويسة. اوكي دوكي، دلوقتي البوكس رقم 8، وهنا كان جنبه على طول. اوكي ده بوكس طويل، من الشيب كده باين ان هو يا كريم يا بادي واش. وود ساجا اند سي سولت هاند كريم. اوكي سو هو ده شكله، وده كام ملي؟ ده 30 ملي. ايه شايفين الورق عمل عليه ايه؟ بصوا الورق الاسود، شايفين مبهدله ازاي؟ خساره، ما بحبش الحاجه بتاعتي كده تتبهدل. اوكي ملمسه كريم عادي، هاند كريم عادي يعني، ده قصدي. وبالنسبه لريحته ما عجبتنيش ريحته، ولكن ترطيبه قوي جدا، ترطيبه حلو، ولكن الريحة ابدا لا 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 لا. يا رب ما تثبت في ايدي. طيب ده البوكس رقم 8 اللي احبطني جدا. دلوقتي الدرج رقم 9 هنا، ده رقم 9، رجعنا للانتنس تاني، وده اسمه سايبرز اند
جرابيفاين يمكن. المهم كالعادة ده حجمه 9 ملي. خلينا نشم ريحته عاملة ازاي. اوه ماي جود اوه ماي جود، بس ده رجالي ريحته، جوزي لو شم ده هيتجنن عليه. ولا اديه لبابا، ايه رأيكم؟ ها عايز دوت ولا اديه لبابا، ايه رأيك؟ نبقى نشوف الموضوع ده. خلاص بص، واحد ليك واحد لبابا. اوكي ريحته حلوة قوي، ريحته انتنس جدا فعليا، تقيل بس حلو مش وحش، ريحته رجالي ده مش بناتي. رقم 10 هنا، ده اكتر بوكس الصراحة عجبني شكله، اللي هو كده كأنه جينجر بريد، عجبني شكله قوي. بيوني اب تو بلاش ماي فيفورت بنات دوت، اللي وريته لكم من شوية هنا. اوكي سو ده الفرق بين الحجمين. اوه ماي جاد، ده بجد ماي فيفورت. ريحته كده وريحه البيوني خطير خطير خطير، مش من الروائح المؤذيه ابدا، من الروائح الخفيفه الصباحيه الديلي يوز. اللي بيحب الروائح دي هيفهم قصدي. انبسطت قوي ان هو، والله كنت قاعده لسه بكلم نفسي يا رب يكونوا حاطينه، لان عايزه حجم صغير، انتوا شايفين التانية كبيره قد ايه، فانبسطت ان في حجم صغير محطوط منها. البوكس رقم 11 هنا، وده كبير وشكله هاند كريم تاني، بس يا رب ما يكونش مقلب زي الاولاني. نفس النوع نفس النوع ده، وود ساجاسي اند سولت بودي اند هاند واش. اخ ليه بس، ليه مش من حلاوته. المهم ده شكله، وده حجمه 50 ملي، بس على الاغلب يعني هستخدمه اكيد مش هرميه. لكن الهاند واش سوري البودي كريم، لا البودي كريم هديه لحد لانه ريحته ما عجبتنيش ابدا. دلوقتي الدرج رقم 12، وده هنا 12 هنا، تاني من المجموعة اللي لونها اسود اللي هي الانتنس، وده اسمه فيلفت روز اند اود. اوكي متحمسة قوي اشمه. ما هذا؟ اوه ماي جاد، عود ورد من الاخر. 10 على 10، ريحته مسائية. انتوا عارفين ان انا ما بحبش ريحة العود، بس لما يكون مخلوط بحاجات تانية صراحة بحبه. انا عايزة اقول لكم ان التيشو بيبر دي بتطلع سواد على الايد، عرفت منين؟ ان انا بهدلت الادفنت كالندر نفسها. يعني يا ريت يا جملان تسمعوا الكلام دوت لو بتتفرجوا عليا، طبعا طبعا بتتفرجوا عليا انا عارفه. اوكي بلاش التيشو بيبر السودا بليز. اللي بعده رقم 13 هنا مش باين، والبوكس رقم 13 فيه بارفان اللي هو بوبي اند بارلي كولون. ده نايس، الله ريحته منعشه خفيفة. I love it. اوكي دوكي، البوكس رقم 14 وهو كبير، ده مكتوب عليه جريف فروت بودي اند هاند واش جل. اوكي جريف فروت، تعالوا نشم. طبعا انا مش هقدر اطلع كتير منه، بس لانه بودي واش عايزه اجربه اشم ريحته، بس مش شم حاجه، هضطر احط بقى وخلاص وبغسل ايدي. يا الله يا الله، بصوا ايدي مطبقه عليهم ازاي، متضايقة قوي. مهم سو هو ده شكله، بيجي كده. ريحته مش جريب فروت خالص، بس ريحته حلوة يعني مش مؤذية. ملمس ايدي ناعم، اغسل ايدي واجي. المهم عايزة اقول لكم ان انا بعد ما غسلت ايدي ريحته خيالية، ترطيبه عالي جدا عجبني. والان مع الدرج رقم 15 اهو فوق مستخبي. سو ده رقم 15، بارفان تاني اخوتي كوتي، انتي بارفانات جميلة والله العظيم، حجمكم تحفة يعني. 15 وهو بيرفيوم يدعى وايلد بلو بيل، صح بلو بيل مش عارف. anyways خلينا نشمه. نو نايس مابي نايس مابي. اللي بعد 16 بسم الله اهو، وده اسمه بيرا انتونيك تونيكا صح؟
تونيكا يمكن، ميرا أن تونيكا أعتقد اسمه إيه كده أعتقد. so هو ده، وده كمان حجمه 9 ملي. let's smell it. واو واو، حلو قوي، حلو جدا. ريحته مش عارفه انا رميتها ليه، ريحته مسائيه برضو. كمان رقم 17 انا اوريدي شايفاه هنا، وده كبير. الله، يا اما شاور جل يا اما هاند كريم. سو اتمنى من صمصومة قلبي ان هو يكون شاور جل او بودي ووش. وده بيوني اند بلاش بودي اند هاند لوشن. واو. سو هو ده بنات، مش هفتحه كمان خلاص لان اوريدي عارفين ريحته. ده حجمه 50 ملي. سو ام سو هابي على ده، ده اكيد هيستخدم immediately، هيطلع ويستخدم على طول. 18 اهو انا اللون المفضل عندي، وده اسمه سيلفر بريتش اند لافندر كلون. اوكي let's smell it. اوه ماي جاد، ايه ده؟ انا بحب ريحه اللافندر اصلا بالاساس، انا بعشق ريحه اللافندر. خيالي، ريحته حلوه قوي. سيلفر بريتش اند لافندر. واو واو واو. ادخل رقم 19 هنا. يا رب اللي ببالي، يا رب اللي ببالي. لا مش اللي ببالي، بس برضه حاجه لطيفه قوي. انجلش بير بودي كريم. اخ اوكي، مبدئيا بس عشان نكون عارفين دوت 50 ملي. بنات حجمه حلو جدا طبعا زي ما انتم شايفين سيلد، و ده حجمه، ده شكله. انجلش بير بودي كريم، بودي كريم يعني انجلش بير، ده حاجه. بودي كريم ده حاجة تانية. تالت حاجة ان هو كده بالحجم دوت. واو، كمان مش هفتحه لان اوريدي عندي كريمات كتيرة حاليا وقاعدة بستخدمها، فخليها خلاص اللي عندي وبعدين نبقى نفتح دولت. رقم 20 وقربنا نخلص. بارفان تاني، نكترين بلوسم اند هاني. نكترين بلوسم اند هاني. اوكي let's try it. رشيت كله على الهواء علينا. قادرة اشم ريحة النكترين وريحة الورد، مش قادرة ريحة عسل خالص، بس overall nice I love it. رقم 21 وده بوكس برضو او درج كبير، و I think عرفت ايه هي. وده بنات فيتامين اي ليب كونديشنر، ده زي ليب كونديشنر كده للشفايف وفي بفيتامين اي. ده انا كنت هشتريه الصراحه، كنت نفسي اجربه قوي. دول 15 ملي. خلينا نفتحه كده ونشوف شكله عامل ازاي من جوه. اوكي ده شكله كده. اوه قوامه غريب، شوفوا. سو هو لونه كده اصفر، شايفين اللون عامل ازاي؟ قوامه كانه جل. تعال نشم ريحته. اوكي انا ايدي اوريدي فيها بارفانات وغسلت ايدي من شويه، بس طب هنا لا ملوش ريحه بنات، بس حلو. شوفوا في بيدي كده لمعه، شايفين هنا مثلا ما فيش حاجه، هو بيدي كده لمعه فحبيته. خليني اشيل الروج اللي انا حطاه عشان حابه اقرب الليب كونديشنر ده عامل ازاي. اوكي كأني حاطه ليب بالم، شايفين ازاي بيلمع، مدي لمعة بسيطة كأني حاطه ليب بالم، وليب بالم خفيف مش ستيكي، مع انه بالم المفروض مش ستيكي خالص. طعمه مش واو، طعمه مش احسن حاجة، بس يعني مش بيضايق، يعني مش وحش. I like it. so رقم 22 اهو. رقم 22 دوت اود اند برجموت كولون انتنس. اوكي حاسه ده هيكون مش من نوعي المفضل،
خلينا نشوف نشومه لا حسيت والله ضايقني هنا على طول. تخيلوا ضايقني في زوري على طول. نو 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 نو. يمكن يناسب بنات تانيين بيحبوا النوع دوت. انتوا عارفين انا بحبش ريحه العود الا اذا كانت مخلوطه بحاجه تانية، بس مش مع برجموت. اوكي رقم 23 لسه شايفاه هنا. اوكي وده حاجه طويله، ده بلاك بيري اند بي هاند كريم. بلاك بيري اند بي هاند كريم، هيا بينا نجربه. تحسوا كده قوامه تقيل شويه كانه كريم تقيل، يعني مش لوشن قصدي. ترطيبه عالي عالي، ريحته ماشي حالها يعني، مش احسن ريحه، مش سيئه. اتشربته ايدي على طول، مش مضايقني يعني، ولا سبب ملمس ستيكي مثلا او مدهن خالص. رقم 24 هنا، وده حاجه تقيله. الشمعة اللي موجودة زي ما قلنا هي لايم باسل اند مندرين. نايس. دي شكلها اوكي زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، كلها سيلد مقفولة وعليها هنا قطعة بلاستيك كده عشان تحفظ الريحة. اخر بوكس بنات اللي هو رقم 25، وده بوكس طويل كده زي ما انتم شايفين. يا ترى في ايه جوه؟ على الاغلب من شكله كده ده شكله بارفان او هيرمست. It could be هيرمست باي ذا واي، انا معرفش ايه الحاجه اللي جواها، انا زي ما قلت لكم ما بشوفش. ف It could be هيرمست، It could be بارفان. ده بنات وود ساجا سيان سولت كولون، مش من زينه، مش من زينة. ليه ده الريحة اللي معجبتناش خالص. حاطين منها هاند كريم وبادي واش ورقم 24 او 25 سوري، اخر واحدة ريحته wait a minute. ليه ريحته غريبة كعطر؟ مش وحشة، مش واو بس مش وحشة. طيب يمكن انا هنا رشة حاجة، تعال نشوف هنا. مش قادرة احبه، نفسي احبه. لا لا بنات، هي الريحة دلوقتي لما ركزت فيها وشمتها لقيتها هي. انا disappointed جدا جدا جدا، زعلت، كان نفسي يكون حاجة تانية أحلى، بس عادي مش مشكلة، كان في حاجات تانية كتير حلوة. وبس بنات كده خلصنا ال 25 درج من الأدفنت كالندر بتاع جو مالون. فقولوا لي إيه رأيكم، هل عجبتكم ولا لأ؟ بالنسبة لي أنا برأيي كنت أتمنى لو مقللين نسبة البارفانات شوية، الكولونز بالذات لو مقللينها شوية وحاطين شمعة تالتة. هما حاطين شمعتين which is حلو، يعني حبيت التنوع في الحاجه ان هما حاطين برودكتس للوش سوري للايد، يعني هاند كريمز، وحاطين بادي ووش، وحاطين ليب بالم، حاطين شمعه، حاطين كلونز، وحاطين الانتنس منهم. اكتر حاجه متحمسه عليها وهي الليب بالم اللي وريته لكم، الليب كونديشنر سوري، وكمان الشمع، وكمان الهاند كريمز اللي عجبوني. اتضايقت قوي 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 ان اخر درج او اخر باب كان البرفان اللي معجبنيش. اتضايقت بجد قوي، كان نفسي يكون حاجه حباها. يعني لو كانوا خلوا مثلا بيوني اند بلاش الحجم اللي هو دوت اخر واحد، يعني كان تبقى روعه. عدا عن ذلك مش ندمانه على الادفنت كالندر ديت، بالعكس حلو ان يبقى عندكم البرفانات الصغيره الحجم الصغير ديت من كل الانواع اللي عندهم. اي بليف انه مش كل الانواع دي فيها فول سايز، يعني غلطوني او اكتبولي لو انا غلطانه تحت. في حاجات اصلا بتبقى بس ليميتد للادفنت كالندر، اعتقد ان سمعت قبل كده حد بيقول حاجه زي كده السنه اللي فاتت يعني. وبس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتم معايا. دي للاسف اخر ادفنت كالندر عندي، ما عنديش ادفنت كالندرز تاني، خلصناهم خلاص، فهنرجع بقى لفيديوهاتنا العاديه تاني.
ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون فلوج قديم انا مصوره بشهر I think 12 بداية 12 نهاية 11 كده، بس لانه صورته خلاص فقلت خلاص خليني انزله لكم وخلاص يعني، بس لازم اقول لكم يعني للامانه ان هو ده كان فلوج قديم هصوره هنزله الفيديو الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يعني. وبس لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. باي باي.